فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى سنن النسائي. مش نسيته أنا الأسئلة الطويلة صراحة بتزعجني، فأرجوكم خلوا السؤال سطر أو سطرين، لأن أنا بدي بجاوب عن الأسئلة بين الدروس، فطبعا مش ممكن هجلس أقعد 10 دقايق أقرأ سؤال عشان أفكر فيه 10 دقايق وأجيبه في 10 دقايق، فهو سطر واحد يكفي جدا للسؤال وأجيبه. طيب، وحفظ جزء فبسبب المذاكرة والحفظ للأسف بيحصل تقصير في بعض الأوراد اليومية أو ورد القرآن، وكمان يومين قصرت في النوافل، هل مذاكرة في كتاب الله تشفع لي؟ نعم تشفع لك، وأيضا عذرك عند ربك ولكن الأجر مضاعف، لكن أنا أرى ولا ألزمك، يجب عليك أن تقضي ما فاتك. لما؟ لأنه لابد أن تلزم النفس بأمر لا تفريط فيه، تلزم النفس بأمر لا تفريط فيه. كل ما يجد التفريط افعلي كل ما تملكين لقضاء ما عليك، لا يمكن أن تتهاوني فيه حتى وإن شغلك عنه ما هو أهم منه، بعدين تقضيه. يؤذن لها كما قلت، لا يجوز إذا المسجل هذا لا يجوز، وهذا تعطيل لعبادة من أجل العبادات، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم سأفعل ذلك يا أستاذ محمد، أبشر بكل خير، سأفعل ذلك إن شاء الله. نحن بنتكلم على الفروق الدلالية في كتاب الله، وأنا كنت قبلها بقول كنا سنتكلم على المعاني البلاغية في كتاب الله، سيكون بعدها إن شاء الله. المشرفون يعرفون، ابعثي الرؤية للمشرفين إن شاء الله يأتونك بالتفسير. سنن النسائي كتاب السهو نوع آخر من الدعاء، روى المصنف بإسناد فيه ضعف لكن يعني يستأنس به، بل وهناك أدلة أيضا على جزئيات من الدعاء. الحجاب الشرعي لا يصف ولا يشف ويكون فضفاضا ولونه لا يلفت الانتباه، هذا الحجاب الشرعي يا أستاذ. روى المصنف بسند عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. طبعا العزيمة على الرشد أو الرشد فهما سواء، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما. ما أشربها، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. قال: وأستغفرك لما تعلم. هذا حديث عظيم صراحة، دعاء نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خيره، اللهم أمين يا رب العالمين. قال: اللهم، وقلنا أصلها يا الله وحذفت الياء أعوض عنها بالميم، اللهم إني أسألك، وكأنه قال: اللهم إني أسألك وحدك ولا سؤال غيرك، وأنت الصمد، والصمد والذي يصمد إليه عباده في حوائجهم، والفقر وصف لذاتي والغنى وصف له ذاتي، وأيضا اعتراف بالذنب يستفيق به المرء ويرتقي. ففيه التضرع والتمسكن وإظهار الذلة والانكسار، وإظهار
التعدي والتجاوز. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك الثبات، فأسألك ولا سؤال لغيرك، أسألك وأنت القوي القادر. نعم، أن يدرك الجماعة في المسجد أولى له. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وهنا سأل الثبات في الأمر، لما؟ لما؟ هذه مسألة عظيمة جدا. استغفر الله، خلاص هذا عذر مقبول لا أستطيع أتكلم عنه بشيء، خلاص زال غضبي صراحة. هذا أنا فقط عندما قلتم لي المكتب كله والملفات فوق راسي، أنا نفسي تصورت المسألة فأعذرت. أنا أجبت قبل أن أوجب، يعني أنا لو دخلت في عمق الشرح مش هجيب عن أي أحد، وقلت زوج حضرتك يذهب يدرك الجماعة في المسجد أولى من أن يصلي بك ويأذن في البيت. قال اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، والثبات على الأمر من أجل أن المسألة أعظم مما تكون. القلب يتقلب في لحظات في ثوان معدودة. قلب سمي القلب سمي بالقلب لأنه يتقلب كثيرا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. حتى دخلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني أو تخاف؟ قال وما لي لا أخاف، والقلوب بين إصبع وأنت رسول الله. قال وما لي لا أخاف، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك قال اللهم إني أسألك الثبات، وهذه فيها دلالة واضحة جدا. لا تحسبن أن الله ثبتك، لا تحسبن أن الله حفظك بأن هذا منك أو من ذكائك أو من فضلك أو من عبادتك أو من عبادتك الراقية أو من الورع والتقوى الذي أنت فيه. لا والله، أنت حفظك الله من المعصية لأن الله أراد أن يحفظك بفضله ومنه وكرمه، ووفقك لأن الله أراد أن يوفقك. وحقيقة الأمر فيك ما أهلك إلى أن يعطيك ربك جل في علاه، وهو الذي غرس فيك ما يؤهلك سبحانه جل في علاه. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الله أكبر، الله أكبر. قال والعزيمة على الرشد، على الرشد يعني شوف، لو لما يكون القلب يهفو إلى الاستقامة وإلى الرشد وإلى العمل بدين الله جل في علاه، التمسك بالسنة والبعد عن البدعة والعمل بدين الله جل في علاه، فإنه إن عزم وصل، إن عزم وصل. ولذلك قال النبي للرجل أصدق الله يصدقك، ما كان في القلب لابد أن ينضح. قال والعزيمة على الرشد، ولا يكون رشد إلا في الكتاب والسنة، لا رشد إلا في الكتاب والسنة. وأسألك شكر نعمتك، وهذا نصف الدين، شكر النعمة نصف الدين، الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، والله يحب من العبد الشكر. بعد أذنكم إن شاء الله. إذن قال والعزيمة على الرشد، وهذه والله صدق القلوب. لذلك لابد لكل امرئ أن يهتم بقلبه قبل أن يهتم ببدنه وجوارحه والأعمال وتعبد الجوارح. تعبد القلب من الأهمية بمكان. لما تأخرت آسيا؟ لما لا تقول لي أنك كنت في عرس الوالد؟ قال والعزيمة على الرشد، والرشد كما قلنا والرشد لا يكون إلا بالكتاب والسنة. وأسألك شكر نعمتك، فإن الله يحب من العبد أن يكون شكورا. قال الله تعالى عن نوح وعن إبراهيم وعن محمد وعن جميع الأنبياء، قال الله تعالى إنه كان عابدا شكورا شاكرا لأنعمه. والنبي يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. وجب على الإنسان أن يكون شكورا، وجب على الإنسان رضي الله عنك فارس أحسن الله، وجب على الإنسان أن يسعى سعيا حثيثا إلى أن الأنفاس التي يتنفسها يشكر ربه عليه، ويعلم بأن الله تعالى في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل حين بأن الله يكلأه
وأن الله يرعاه وأن الله يعتني به وأن الله يوفقه ويسدده فيكون شاكرا لأنعم الله جل في علاه، ومن شكر نعمة الله جل في علاه أن يعرف قدرها وأن لا يهدرها. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأنت أرحم الراحمين. قال وحسن عبادتك، ولم يقل كثرة عبادتك. قال وحسن عبادتك، لم يقل كثرة عبادتك، معناه الكثرة مطلوبة طبعا، وأجرك على قدر نصبك ونفقتك، وكلما كان أكثر كلما كان الأجر أعظم، لكن كلما كان أحسن كلما كان العمل بألف عمل. امرأة سقت كلبا ماء بإخلاص فكان ما كان أدخلها الجنة. فقال وحسن عبادتك وأسألك وحسن عبادتك، وطبعا عبادة الله جل وعلا العبادات الثلاثة، عبادة الظاهر والباطن وعبادات القلب هي الأهم. وحسن عبادة القلب هو أن يميل القلب للرب، حسن عبادة القلب أن يميل القلب للرب. خذ من المشرفين الرقم وأكون تحت أمرك. أي نعم، نعوذ بالله من الرياء والنفاق والسمعة، نعوذ بالله من ذلك. قال وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قال ولسانا صادقا، وطبعا الصدق أفضل ما يكون. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا زال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. قال وأسألك من خير ما تعلم، فهنا فوض الأمر لله جل في علاه، وما يعلمه الله جل في علاه لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وهذا تفويض تام في هذا الدعاء على أنه يسأل الله من الخير الذي يعلم الله أنه خير له. وكم المرء قد يحب شيئا ويكون فيه الهلكة، ويكره شيئا ويكون فيه النجاة. وأعوذ بك من شر ما تعلم، يعني أيضا فوض الأمر لله جل في علاه أنه يستعيذ بالله، ملجأي الله جل في علاه، والاستعاذة صدق اللجأ إلى الله جل في علاه لدفع المضرة، والمضرة لا يعلمها العبد، المضرة يعلمها العبد، ما يعلمها العبد، قد يعلم هامشيتها، ما يعلمها العبد، المضرة ما يعلمها العبد، النفع أيضا ما يعلمه. فناسب التفويض التام المحض لرب العباد سبحانه وتعالى. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، يعني أن تحفظني من الشرور التي تحيط بي. كان الله في عونك شيخ وائل، رفع الله مقامك ونفع بك الأمة الإسلامية. فأنت تعلم بما يحيط بي من شرور ومن كيد ومكر، فرد عني كيد الكائدين ومكر الماكرين، واحفظني من الشرور وأنت أرحم الراحمين. وأستغفرك لما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، يعني أستغفرك مما تعلم أنت، كأني أتحدث عن نفسي، وأستغفرك مما تعلم أنت ولا يعلم غيرك، وأنت تعلم ما في الإنسان من زيغ وانحراف عن الجادة سواء باطنا أو ظاهرا، ولكل إنسان له ما له من التعديات في الخلوات، فيغفر الله لنا جميعا ذلك، ونسأل الله الاستقامة التامة واستقامة القلب التامة، نسأل الله جل في علاه ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. قال وأستغفرك لما تعلم، يعني أستغفرك لما تعلم مني ومن التعدي والتجاوز، وتعلم ما بي من الآثام والتجاوزات، وأنت أرحم الراحمين. فهذا فيه استعطاف، وفيه ما فيه من التذلل، وفيه ما فيه من بيان الضعف والحاجة والإعواز لله جل في علاه، حيث يستضعف المرء نفسه ويستعظم معصيته، ثم بلسان حاله يقول مسكين أتى لترحمه، مسكين أتى لترحمه. فنسأل الله تعالى أن يغفر وأن يرحم وأن يجعلنا من عداد الصالحين جميعا يا رب العالمين.
استغفر الله استغفر الله، بل أنت من أفضل من يحرص على الدروس يا آسيا. لا لا لا، لست كذلك، بل أنت من المقدمات في الخيرات. رضي الله عنك وأحسن الله لك ورفع الله مقامك. إذا تعامل مع بنك إسلامي، تعامل معهم بالمرابحة أو بالتورق. أستاذ محمد تعامل معهم بالتورق، ولو تتصل علي عشان أقول لك كيف تتعاقد معهم أبين لك حتى تخرج بس خروجا آمنا من وعكة الربا. الفوائد المستنبطة: حسن الدعاء عند حسن التضرع والمسكنة، استقامة القلب تستقيم معه الجوارح. رضي الله عنك، عسلك الله يا هريرة. أمين أمين. رضي الله عنك يا آسيا، رفع الله مقامك. فضل ختام، نعم لا بأس، تهور فديتك يا هريرة، عسلك الله، فديتك، شفاك الله عافية. فضل ختام العبادة بالاستغفار، فيها اعتراف بالتقصير. فضل، قال وأستغفرك، فضل ختام بالاستغفار، العبادة بالاستغفار. يا ربي يا ربي يا رحمن. ماشي، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.